500 غرام ديال المطيشه تكون مقشره من حيت الى الزريعه. السكر سنيده 325 غرام. عود ديال الفاني واحد الكاسه. واحد الحامضه نحيد لها القشور ديالها، نديرو القشور ديال الحامض، نديرو غير القشور، القشور ديال الحامض، وشويه ديال الحباق. الحباق اييه واخا، شويه ديال الحباق. كناخدو كاسرونه كنديرو فيها مطيشه 500 غرام، سكر سنيده 325 غرام، واحد العود ديال الفاني كنحيدو منه دوك الحبيبات اللي كيكونوا الوسط، كنديرو الحبيبات بالعود ديالهم. كنجردو ديك الحبيبات بالعود ديالهم ياك؟ كنديرو كنحيدوها بالموس الحبيبات، وكنحطو داك الخليط، وكنديرو حتى العود ديالهم، حتى هو كنديرو في الخرا، هو اللي كيطلق ديك الريحه، ديك المذاق ديال الفاني، ديال الفاني. وكنديرو حتى القشور ديال الحامض. القشور ديال الحامض يعني غير كيف قشرنا الحامضه نحطوها، يعني ماشي بداو نحكوها ولا؟ لا ما عندنا ما يحكوهاش، الا حكيناها غادي لا حيت هو يبقى عندنا نحتفظوا به، ديك القشور غيطلقوا المروريه مع الوقت. اذا شنو الطريقه كيفاش نديروا ليهم؟ الطريقه نديروا كاسونه غنديروا فيها مطيشه والسكر والعود الكوز ديال الفاني وقشور الحامض حتى كيتعسل. تعسل مزيان، من بعد كنشتو كنديروا الحباق. ايه كنحيدو من العافيه، ما كنخليوش في العافيه. كنديروا فيه الحباق شويه يطلق ديك النسمه ديالو، من بعد واحد شويه بما يبرد ويطلق لوكو ديال الحباق. الحامض كنحيدو الحباق، كنحيدو العود ديال الفاني وقشور الحامض، وكنميكسيو هكذاك. كيكونوا هاد عندك الفاني والحباق والقشور ديال الحامض كيكونوا طلقوا مزيان، يعني داك المذاقات ديالهم في مطيشه. في مطيشه ما نحاولو ما نخليوهمش مده كثيره، حيت الا بقاو بحالو غيطلقوا المروريه. واخا صافي كنميكسيو، كيكون مجهد نهار الكونفيتير ديال الطوماط. ايه تقريبا شحال ديال الوقت نخليوه باش ما يطلقش لنا مثلا ديك المروريه؟ شحال تقريبا؟ كيبرد اللي كبرد وتحيدي منه. لا الوقيته اللي نكونوا كنحركوا مثلا ملي كيكونوا هذاك الحباق والقشور ديال الحامض والفاني كاين يعني في الخليط، تقريبا شحال عاد كيوجد باش نطحنوا؟ ديال الوقت. وحنا كنحركوا يعني فوق العافيه تقريبا؟ فوق العافيه كنحركوا غير مطيشه والسكر والعود الفاني والقشور الحامض حتى كيبان لك تعسل ذاك، ديك مطيشه تعسل. مجرد ما نشوفوا صافي نزل بدا كيتعسل صافي نطفيو عليه. صافي تفاعلوا نحيدوه من العافيه ونحيدوا داك الحباق هكذاك. نزيد الحباق حتى نخلوه عشيه حتى كيبرد، وكنحيدوا الحباق وكنحيدوا العود ديال الفاني وكنحيدوا القشور ديال الحامض وكنطحنوه. صافي كيكون موجود عندنا الكونفيتور، الكونفيتور ديال مطيشه. تبارك الله عليك. الكونفيتور الله يبارك فيك، وهذا الكونفيتور هذا يقدروا يخدموه في الكويسات حتى هو، الا بيديروه في الديفيرين كيجي زوين. وضيف ليه الا بغات ضيف ليه شي باناكوتا ولا فعلا اي كنوع من التزيين ديروا هذا الكونفيتور ديال مطيشه، لانه حلو حلو لوكو تاعو زوين، فيه الحامض والحباق غالبين عليه فاني.